السلام عليكم أحبابكم في القناة، أحباب الجميع، أحباب الزوار، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع حلوى الدوا زاتاي، حلوى بريستيج بامتياز، رائعة في الشكل، رائعة في المذاق ولا أروع. اليوم إن شاء الله غنضربوا عصفورين بحجر واحد. فإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة أبونا وشغلوا الجرس باش توصلوا الوصفات مجرد ما نزلها في القناة، ولا كنتم من أوفياء القناة مرحبا بكم، تنجد الترحاب بكم. ما تنسوش البنات ديروا بارتاج 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 باش نعرفوا بالقناة وتساعدوني أنا نحط لكم هذه أنواع الوصفات. فكيف قلت لكم هذه حلوة رائعة، يمكننا نحطوها ضمن البلاطو دواز أتاي بريستيج، رائعة في الشكل تاعها والمذاق تاعها ولا أروع. طب 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 صدقوني غير زعمو وديروها، فتجي غزالة في البلاطو بريستيج اللي هي الأولى اللي على اليمن والثالثة، حلويات رائعة. بالنسبة لهذا البلاطو راني فات لي وتقاسمت معكم الحلوة الثانية والحلوة الخامسة والسابعة، غتلقاوها في رابط في صندوق الوصف، رائعين في الشكل تاعهم والمذاق تاعهم. بالنسبه للحلويات الاخرى اللي في هذا البلاطو ترقبوا الفيديوهات تاعها في الفيديوهات الاتيه ان شاء الله. فما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا هذه الحلويات الرائعه في الشكل والمذاق، حلويات بريستيج بامتياز. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو ان شاء الله الحلوه بهذا النوع الحلوه اللي قدامكم، وهي حلوه الفينونسي شوكو غاناش. الفينونسي هو اللي تتشوفوا لتحت والغاناش هي اللي فوق منه. غادي نبداو بالغاناش، و غادي ان شاء الله نستعملوا الشوكولا من نوع الجيد، لان هذا النوع تاع الحلويات اللي هي بريستيج حرام نستعملوا فيها بديل الشوكولات. غادي نبداو ان شاء الله بجزء الغاناش او بوصفه الغاناش، لانها تحتاج ترتاح باش تشد راسها. غادي نصوبوها ونديروها في الثلاجه ونخليوها ترتاح باش تجمع. ندوزو نوجدو الغاناش. الغاناش نوار محتاجين 400 غرام تاع الشوكولا نوار غيش، اي الشوكولات الاسود الجيد، 280 غرام تاع لا كريم فريش كويسون اي كريمه الطبخ، 70 غرام تاع تخي مولين، 40 غرام تاع الجليكوز، 10 غرام تاع زبدة تلعبار، وقبيصة الملحة. و لاغاناش راها هاد القياس قدني البلاطو كامل، اي الفينونسيي و الحلوة تاع الصابلي اللي فيها الغاناش. ولا بقات لكم راه الكناش ما تتخسرش، تنديروها في الثلاجة او تنديروها في المجمد وتنحتفظوا بها الوقت اللي تنبغيوها تلقاوها. واحد الكاسرونة غادي نديرو كريمة الطبخ، وغادي نديرو التريمولين والملحة، وغنديرو كل شيء فوق النار ونوصلوهم لدرجة الغليان، وحنا تنحركو بواحد المعلقة العود. ثم خارج النار غنطفيو العافية، وغادي نخدمو فوق البوطاجي خارج النار، نزيدو الشوكولات ونبقاو نحركو نحركو حتى يذوب لينا هاد الشوكولات مزيان ويولي فيه اللمعان. من بعد غنزيدو الزبدة وغادي نحركوها مزيان حتى تذوب الزبدة في قلب هاد الكناش. الكناش غادي تكون عندها شكل جاري، غادي نخليه واحد انا فوق البوطاجي الا كان الحال بارد، ولا كنتي زربانة ديريها في الثلاجة باش تجمع راسها وتقدر نتحكمو فيها في التزيين تاعنا. ثم غتكون من بعد ملي تجمع راسها غتكون في هذا الشكل. غادي توجدي حداك واحد البوش وواحد لادوي، غير ديك لادوي تكون الشكل تاعها مسطح بحال اللي تشوفي قدامك، باش تعطينا داك الشكل الزوين اللي غادي نزينو به هاد الفينونسي. بالنسبه للمقادير تاع الفينونسي بالشكلاط، هاد القياس غيعطينا 60 حبه. غادي نخرج منه جوج الحلوات اللي درنا في التقديم. بحاجتنا 140 غرام تاع بياض البيض، 70 غرام تاع طحين الابيض الممتاز، 150 غرام تاع سكر بلاصي، 70 غرام تاع بودرة اللوز، 20 غرام تاع بودرة الكاكاو المر من النوع الجيد، 20 غرام تاع تريمولين، 90 غرام تاع الزبدة نوازيت، وقبيصة الملحة.
بالنسبة للزبدة نوازيت، فناخذ الزبدة ونديروها طيب فوق النار حتى تتحيد من هذيك البيوضة والكشكوشة تاعتها، وتاخذ اللون تاع النوازيت أي اللون القهوي والريحة النوازيت، ونخليوها ترقد، وعاد نعبره 90 غرام. إذا 90 غرام بعد ما نطيبوها ندوزو نشوفو الطريقة. بالنسبة للتريمونين، تيمكن لنا في الفينانسي نعوض التريمونين بالعسل الجيد، ولكن ضروري من واحد منهم، إما التريمونين إما العسل الجيد، لأن هاد المادتين تتخلي الفينانسي ما يقصحش، تتخليه رطب. ثم إذا كنتم من عشاق القهوة، تيمكن لكم تزيدوا ميغا روم كافي، تيجي به هاد النوع الفينانسي رائع في المذاق. ندوزو نشوفو الطريقة. كنسدو النواشف كاملة ونديروها في غربال. النواشف وهي الكاكاو، بودرة اللوز، سكر كلاصي والطحين، نغربلوهم ونديروهم في هذا الإناء بحال تتشوفي قدامك. ومن بعد غادي نزيدو البياض البيض، نبداو نزيدو غير شوية بشوية، وحنا تنحركو بمعلقة العود حتى تندخلو داك البيض كامل في الخليط، ونحصلو على خليط متجانس بحال تتشوفي قدامك. تنزيدو إما التريمولين أو نزيدو العسل وندخلوها حتى هي، ونكملو بإضافة البيغ كاكاو أو زبدة البندق اللي تتشوفي قدامك، بشوية بشوية حتى تدمج في الخليط وتبدا يعقد لينا كبحال هكا، يعني الزبدة غادي تبدا تقصح. غادي نديروها في واحد البوش نحطوه حدانا قد ما ندوزو نوجدو المول اللي هو خاص بالفينانسي أو اللي هو خاص بهاد أنواع الفينانسي. ناخذ المول الخاص بالفينانسي واللي هو هنا جي اكس 059، تنعمروه بالخليط دوك الحفيرات اللي فيه، ما تنعمروهمش كاملين، تنعمرو غير الثلثين تاعهم، تنخليه واحد 3 حتى 4 مليمتر فاش غادي يطلع الخليط. ندخلوه الفران يطيب على حرارة 160 10 حتى 15 دقيقة وبالمروحة البنات. من بعد ملي تيطيبو و تياخدو الشكل اللي هي قدامكم، تنخرجوه من الفران وتنحطوهم فوق واحد الشبيكة يبردو جانبا، بدمن نكملو باقي ما تبقى لنا من الخليط، وهاد الخليط تعطينا 60 حبة. صافي عندنا دابا غادي تكون لاكاناش شدات راسها، غادي نشدوها ونديروها في البوش اللي قلت لكم في الاول اللي فيه هاد لادوي مسطحه بهذا الشكل، وغادي نديروها فيه كي بحال تتشوفي في الصوره، وغادي ندوزو نزينو الفينونسي تاعنا اللي درنا الشكل اللي تتشوفي قدامك ها هو. ومن بعد هاد الفينونسي راه غيشد راسو، غنديروا هاد التموجات اللي تتشوفي عن قرب، راني وضحت لك دابا بالصوره كيفاش تيجيو، تيجيو رائعين البنات. واللي صوبناها تنحطوها حدانا. دابا البنات غندوزو لهاد الفينونسي او هاد الحلوه بريستيج الاخرى اللي هي تاهي سهله ورائعه في المنظر وفي المذاق تاعها ولا اروع، كيف تشوفوا معايا غزاله وتتشهي، فيها الكناش رحنا صوبناه، فيها الفينونسي الشوكولا راه حتى هو صوبناه وراه حاطينو تيبرد، اللي بقى لينا فيه هو داك الجزء الابيض اللي الفوق، سي تان كروكون او شوكولا هو اللي غادي نديروه دابا باش نزينو به. درتو انا هنا في الاسود وفي الابيض لانه حتى هو نوع من الحلوى، ندوزو نصوبوه. البنات هاد الكروكون او شوكولا تيجي على هاد الشكل، هو حلوة بحد ذاته، تجي غزالة وبنينة، غير انا درتها في مول تاع السيليكون فيه دوك لي زونبخانت صغيورين اللي هو الريفيرونس تاعو اس اف 181، وعطاتني الشكل صغيور بحال هكا. ولا درتيه في مول لي زونبخانت تاعو كبار غادي تعطيك حلوة بحق على حقها وطريقها كبيرة. انا بغيتها باش نزين بها، درتها في هاد المول لي زونبخانت تاعو صغار. محتاجين لهاد الكروكون 40 غرام تاع لوغي سوفلي، الروز السوفلي ولا ما لقيتيش عوضيه بكورن فليكس، 20 غرام تاع الزبيب بالعظم اللي هو يابس، 20 غرام تاع الشوكولاته الابيض من النوع الممتاز، 10 غرام تاع زبده العبار، 30 غرام تاع الشوكولاته
الاسود من النوع الممتاز، وغادي نحتاجو واحد الكميه تاع لاباط كلاسي السوداء والبيضاء. والباط كلاسي هي نوع من الشوكولاتة راه موجود في المحلات التجاريه، موجود عند الناس اللي تبيعوا هذا الشيء تاع الحلويات. قولي لهم لاباط كلاسي غادي يعطيوها لك، راه موجوده في الشكل الاسود والابيض والشوكولا اولي. ندوزو نشوفو الطريقه. نقطعو الشوكولاتة الابيض رقيق، من الاحسن يكون من النوع الجيد، ونقطعو الزبيب حتى هو رقيق، وندوبو الشوكولاتة الاسود من النوع الجيد، ونخلطو كل شيء مع لوغي سوفلي ولا الكورن فليكس اللي لقيتي. الكورن فليكس فتكيه رقيق، ونخلطو كل شيء، ونديرو هذا الخليط في لي زومبرانت تاع المول، يكون مول صغير مثلا النوع اللي قدامك اس اف 181 حتى ياخذوا الشكل. نحيدوهم ونحطوهم على واحد الصينيه. ندوبو لاباتا كلاسي البيضه، ونعمرو غير النص تاع لي زومبرانت، ونعاودو نردو هاد الكروكون فوق الشكلاط الابيض في المول حتى ياخذ الشكل ويبس، ونحيدوه ونحطوه فوق واحد الصينيه، به غنزينو الحلوه تاعنا. صافي البنات، للتزيين انا درت واحد الشكلاط ببديل الشكلاط، شكلاط في شكل القهوه، لانني دخلت الميغا غونت القهوه في الفينانسيي، و بلاغاناش اللي درنا في الاول غادي نلصقوا لو كروكون فوق هذا الفينانسيي في الجنب، وغادي نلصقوا هاد الحبه تاع الشوكولاته في شكل القهوه، وغادي نديروا واحد الوريضه بلاغاناش في الجنب اللي غادي نزينوها بواحد البيرل سكري، وتزين تبقى حسب الذوق، وهكا تكونوا كملنا الحلوه تاعتنا. وهكذا يا البنات تنوصلوا نديروا جوج تاع الحلوات الرائعين في المذاق تاعهم بريستيج ولا اروع، فينونسي شوكو غاناش اللي تتشوفوا قدامكم المذاق تاعها واعر، وفينونسي شوكو غاناش كروكون اللي تتشوفوا قدامكم. ما نعاود لكمش على المذاق وما نعاود لكمش على الكروكون. نتمنى تجربوا هاد الوصفات البنات، فهما راه ساهلين وبمقادير وحده تنخرجوا جوج تاع الوصفات بريستيج بامتياز. فإلى عجبتكم هاد الانواع تاع الفيديوهات ديروها ليا في التعليقات، وديروا ليا بارطاج، بارطاجيو البنات، بارطاجيو 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 باش تعمل فائده ويستافد الكل، وحتى انا نستافد معكم، علاش لا تكون استفاده متبادله. فإذا عجبتكم هذه الوصفات جربوها وردوا عليا في تعليق خاص بالوصفه. بحال ديما ما تنساوش القناه بالبارطاج بارطاج بارطاج. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.